مونتيسوري منزل للأطفال، أحدث الطرق للتربية والتعليم في العالم، برنامج مثمر ومكارم لخلق جيل مبدع من أجل تدريس المعاصر لسنة الدراسية الجديدة وفق مناهج مونتيسوري التعليمية الدولية. قد بدأت في أربيل منذ 3 سنوات بمدرسة مونتيسوري الأمريكية، وهي أمريكا المصغرة تم افتتاحها في قلب عاصمة أقليم كردستان على مسار الإبداعات العلمية الأمريكية لخلق جيل قيادي مبدع قادر على صناعة مستقبل واعد من خلال بناء المواهب والقدرات الوطنية في مجال الابتكار. الأطفال مع مونتيسوري يتطورون بسرعة بالتربية الصحيحة، يسيرون بخطوات متزنة ويبذلون قصارى جهدهم وطاقتهم لضمان مستقبل أكثر إشراقا، ويبدأون دراستهم بالتعليم الحديث وبثقة عالية وتفاني. إن هذا المنهج الدراسي يفتح لهم أبواب التفكير والإبداع والمبادرات في مجال حياة سعيدة ومستقلة. برنامج مونتيسوري يضمن إقامة مشاريع هادفة ركزت على تنمية قدرات الطلبة وتزويدهم بالمهارات والخبرات. التعليم عبر التطبيق والمشروع والمناقشة، تعليم حسي، تعليم حركي، تعليم لغوي، مواد الثقافة والقراءة، مواد الإبداعية، الرياضيات، الوصول إلى المعلومات، تكنولوجيا الحديثة. على العكس من التعليم التقليدي، نحن نعمل في مونتيسوري أربيل بفريق محلي ودولي المتميز، وحريصون على بناء جيل مبتكر يتمتعون بمهارات القرن 21، وندرب أطفالنا بالتكيف مع عصر العولمة وبالصيغة المناسبة من أجل بيئة تعليمية صحية للجميع. الأماكن محدودة، سارعوا في تسجيل أطفالكم في روضة ومدارس مونتيسوري أربيل.